اهلا بحضراتكم مجموعه اخرى من ابطال فريق 2005 ابطال الجمهوريه. بنرحب باول لاعب معانا اسلام عبد الله، مشرفنا عبد الله اسلام. اهلا بيك كابتن اسامه، ومبسوط جدا لما حضرتك النهارده، وشرف لاي حد ان هو يبقى على قناه النادي الاهلي. طارق فوزي حبيبي كابتن مصر، مبسوط ان انا معاك النهارده على شاشه النادي الاهلي. بنرحب ايضا باحمد محسن. كابتن اهلا وسهلا، طبعا شرف ليا ان يبقى موجود في البرنامج وفي قناه الاهلي. ايضا واحد من نجوم الفريق محمود حميده. محمود حميده. محمود حميده الممثل ولا ايه؟ شرفنا منورنا محمود. منور يا كابتن، مبسوط ان انا موجود معاك، وشرف لاي حد ان يبقى موجود على قناه النادي الاهلي. نبتدي مع اسلام هنا على يميننا. مركزك ايه يا اسلام؟ انا في الاول جيت النادي نص ملعب، بعد كده السنه اللي فاتت لعبت شويه مساك. في بدايه السنه دي بدات فرويد الحمد لله، يعني بدات يعني بلعب في كذا مكان يعني في الملعب. بس دلوقتي يعني شغال مساك يعني الحمد لله. تلعب مساك؟ انت بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ دي الخامسه. السنه الخامسه. مين اللي جابك النادي الاهلي؟ كان كابتن احمد سمير، كان في اختبارات عندنا في المنصوره يعني. انت اصلا من المنصوره؟ واختبارات كانت في المنصوره وجابك النادي الاهلي. مين المدربين اتمرنت معاهم بقى في الخمس سنين في النادي الاهلي؟ كان كابتن احمد سمير، وكابتن معتز زين، وكان معايا برده كان هو المدير العام. بعد كده جالنا، مش فاكر بصراحه مين اللي جالنا بعدها يعني بشويه بسنتين يعني. بعد كده دلوقتي كابتن علاء، كابتن سامر برده والناس دي. طيب طارق فوزي مركزك ايه يا طارق؟ بلعب باك ليفت، والسنه دي لعبت كذا مركز برده مع كابتن علاء وكابتن سامر. لعبت باك ليفت ومسكه 8. حلو قوي لما اللعيب بيلعب في كذا مكان، يعني بنشوف لعيبه في النادي الاهلي مثلا زي علي معلول لعب بيلعب باك ليفت وتلاقيه بيلعب وينج ليفت لو المدرب احتاجه. بنشوف مثلا واحد زي اكرم ربنا يشفيه كان بيلعب باك رايت ويلعب في نص الملعب. حلو قوي ان اللعيب يتحفظ كذا مركز. طبعا حاجه حلوه وبتاخد خبرات. والكابتن لما بيحتاجني هنا مثلا، او مثلا عندي لعيب مصاب من الفرقه العب مكانه، ادي عندي خبرات عشان ما اطلع درجه اولى مثلا محتاجوني في المركز ده ومش مركزي. كويس. فاعرف ادي. بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ بقالي 10 سنين الحمد لله. 10 سنين. احمد محسن بقالك كام سنه يا ابو حميد؟ انا لسه بقالي شهرين. انت لسه جديد؟ لسه انتقالات يناير؟ انتقلت منين بقى؟ من المقاولين العرب. طب كويس، اندمجت على طول دخلت مع الفرقه؟ طبعا، هو كابتن علاء يعني كابتني من زمان. كويس. وطبعا شغله يعني مش جديد عليا. طبعا واشتغلت فتره معاه في المنتخب، فيعني عارفك من قبل كده. طبعا هو اللي جابني النادي الاهلي يعني. طب في الشهرين دول بقى في النادي الاهلي، طبعا هي فتره قصيره، لكن طبعًا اكيد اتعلمت حاجات وشفت حاجات حلوه. طبعا شفت حاجات كويسه جدا. طبعا النادي الاهلي يعني منظومه كويسه قوي. من ناحيه المعامله والاداء، يعني كل حاجه في القطاع نفسه بنظام، اذا كان الجهاز الطبي اي حاجه. بس شفت النادي الاهلي وهو منظومه كامله بقى، ويعني ما شاء الله الامكانيات متوفره كمان في النادي الاهلي عشان نجاح المنظومه. صح. هو طبعا يعني القطاع ماشي كويس قوي. يعني تقريبا كل السنين ماشيين كويس. كل ده بسبب ان يعني كلنا ماشيين بسيستم واحد. كويس. ان احنا بنلعب على البطوله. يعني اذا كان اي فرقه بتلعب احنا بنلعب على البطوله. بس تمام. نقول بقى اللاعب محمود حميده ولا الفنان محمود حميده؟ لا لا اللاعب محمود حميده. بقالك كام سنه في النادي يا محمود؟ ده بقالي سنه ونص. سنه ونص قريب برضه. طيب مين اللي جابك النادي الاهلي او جيت ازاي؟ انا كنت بلعب في الدلنجات والاهلي اشتراني من الدلنجات. النادي الاهلي اشتراك؟ ما شاء الله. واتمرنت السنه اللي فاتت، مين اللي كان جابك او مين اللي شافك؟ كابتن شريف، جيت في انتقالات يناير. كابتن شريف عبد الفضيل هو اللي اختارك. طب قول لي السنه دي واحنا بنتكلم على مشوار البطوله، المباراه الصعبه. المباراه الصعبه ماتش الاتحاد. ممكن الاتحاد زي ما اللعيبه اقرت قالت الاتحاد، عشان الاتحاد برضو السنه اللي فاتت كان اخذ البطوله صح؟ فكان السنه دي كنتوا انتوا عاملين حرص قوي او اهتمام بماتش الاتحاد. ايوه الحمد لله ربنا كرمنا في الماتش ده وعملت اسيست. كويس. المباراه اللي كانت في الاتحاد ولا كانت في مدينه نصر؟ لا كانت في مدينه نصر. مدينه نصر. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا.